واشوف الا كان شي حاجه فهو الصدق في الا كان الصدق والنيه والحب الخالص لوجه الله، وان الانسان كيقول لا تزوجت صافي هذه مرحله الشريك عمري غنقضي به ما تبقى من العمر. كنظن الصبر الصبر كنظن هكذا وعندها الصح. سهل انك تكوني زوجة؟ لا ماشي سهل. كيف ما قال رشيد والله العظيم غير الصبر والثقه والحمد لله الحب هو اللي اساسي جدا في اي علاقه. والحمد لله كنبغي انا لما تزوجت ابتسام كانت كومام كان نضج، كانت عندها ديك الساعه 28 سنه، كان واحد فكرات وانا كنت ايضا نضجت. المشكل ديالنا في المجتمع ديالنا هو اننا كنزوجوا صغار وما عندناش خبره وما عندناش ناس اللي يحيطوا بنا باش يعلمونا، وكنثقوا في هذاك الشيء اللي كنشوفوه في الانترنت ولا في الافلام كيسحبنا الحياه ديال الانسان. هي عباره عن فيلم؟ لا، هي عباره عن معاناه، هي تنازلات اللي كيخص الانسان يديرها في حياته كامله باش يقدر يوصل لهذيك النتيجه. وبهذا المنبر كنحيي باه وامه اللي كانوا دائما كيساندوني وكيعاونوني وكيقولوا لي ها شنو خاصك ديري، ها اللي كيبغي رشيد، ها اللي ما كيبغيش، وخوته نفس الشيء. والله العظيم زعما داروا معايا واحد العلاقه زوينه بزاف، حسبوني بحال بنتهم، والحمد لله العلاقه ديالي 22 عام. فوالا دونك باه وامه وخوته، خوتي وباه وامه. عندك غير 21 عام؟ انا ما عرفتش منين جبت 22 عام. ما عرفتش منين جبتها. 1996 لو 15 اوت. واخا ولا فيا الزهايمر ما عاقله هذه القضيه هذه. كتزيد عام في الزواج وكتنقصوا في العمر ديالها. الله يعاونه والله يوفقه والله يسهل عليه ما صعب والله يرضي عليه دنيا واخره. هذا الشيء اللي غادي نقول. هي عمري الله يديني قبل منها حيت جو سخي تخي تخيست الا مشات وخلاتني غنبقى تالف. ميرسي ميرسي.